المفروض المنطقه دي تبقى الكبسول اسمها تونيكا ايه ارجوجيني. يعني هنا عايزه اقول ان في كورتكس وايه والمظله الخيري مليانه بلاد فيسلز، يبقى البلاد فيسلز دي يبقى انا كده في المظله. طيب ايه دول؟ اوبينيان فوليكلز في ديفرنت ستيجز، وطبعا الستيجز دي هنخش فيها في الصور اللي جوه اوضح كتير. تعالى نشوف كده ايه الصوره دي. حد شايف الحته اللي في النص دي اللي مليانه بلاد فيسلز؟ لو شاورني هنا يبقى عايز مين؟ ميدار. الباقي ده كله كورتكس. طب ايه ده؟ ايه اسم الكبسول؟ تيونيكا البو جين. طيب حد شايف تحت التيونيكا البو جين في دوائر توتشز غموضه خالص الكتيره دي؟ عارفين كلمه برايمورديال فوليكلز اللي هي البدائيه اللي هي البنت موجوده فيها. طيب هنا بقى يبتدي مراحل مختلفه، لكن مين دي؟ ومين دي كمان؟ طب هو مره واحد قال لي هو ينفع اثنين ماتشور جريفيا وينفع ثلاثه واربعه انيمالز؟ بيبقى فيها اكتر من واحد، لكن لو هيومن المفروض تبقى واحده بس. طبعا الكبيره الحلوه دي اللي فيها اوسايت على جنب وفيها كافيتي كبيره تبقى ماتشور جريفيا فورك. سيب بقى في ايدك وركز معايا قوي عشان انا الصوره دي هبني الباقي اللي بعدها. بص يا دكتور، المفروض ايه ده؟ ده في ميثيليوم مغطي. حد فاكر كلمه جيرم من الابيثيليوم؟ الجيرم الابيثيليوم في اليوم كبير كان يبقى ايه؟ ولما تكبر شويه يبقى ايه؟ لما تكبر طبعا الاوفري بيكبر معاها في الاضل فتبقى ستريتش عليها بدل كيوبيكال يبقى فلات او سكويمس. سعادتك شايف الابيثيليوم؟ انا طبعا بشوف الانويه. الانويه اللي فوق دي راوند يبقى ده سيمبل. لا مش يبقى ده سيمبل ايه؟ كيوبيكال. وبعدين كيوبيكال يبقى دي يونج ولا ادلت؟ يونج. يعني اتوقع اشوف انهي فوليكس بعد كده. البنت بتتولد بيها برايمورديا. فبص كده معايا ده جانب من الايه؟ الابيثيليوم. تحتيه على طول في تيونيكا البوجينيا. كل دي يا ولادي برايمورديا فوليكس. طبعا ايه اللي في النص دي؟ دي النيوكليس بتاعت الاوكسايد. طبعا دي لسه في البدايه خالص، فيها كام كروموزوم؟ 46. يعني كام ان؟ 2 ان. طيب حد شايف دي مكتوب عليها اثريتيك فولج؟ الحقيقه انا مش حاسه انها اثريتيك قوي. يعني المفروض اثريتيك دي النيوكليس بايظه، هي النيوكليس مش باينه اصلا، يعني ممكن السكشن مش معدي في النيوكليس. لكن انا امتى اقول ان دي اثريتيك؟ لما الاقي النيوكليس دي جنريتد يعني. طيب حد شاطر يقول محاطه بكام لير؟ وان لير اوف فلات نيوكلي. عشان كده قلت دي برايمورديال فولج. طيب حد يبص على الصوره اللي تحت دي. طب دي فلات ولا النواه بقت راوندد؟ اول ما لو تبقى كيوبيكال دلوقتي اسميها برايمري فوليك. بس محاطه بكام لاير؟ طب يبقى البرايمري في نوعين، لو محاطه بوان لاير اسميها يوني لامينا برايمري فوليك. طب انقسموا بقى ميني لايرز؟ مالتي لامينا برايمري فوليك. احنا هنعرف بقى امتى اقول برايمري، امتى اقول برايمورديال، امتى اقول سكندري. ما اقولش سكندري دي الا لما يظهر فيها الكافيتس ما بين السيلز. طيب معلش نسيب الفئه تاني ونشير. مين دي؟ برايمورد. كل دول ايه؟ برايمورد محاطه بكام لاير؟ وان لاير والنوايات فلات. عشان كده قلت البدائيه برايمورد. اول ما يعلو يبقوا ايه؟ كيوبيكال. دلوقتي اسمها برايمري. بس البرايمري نوعين يوني ومالتي لامينا. دي مين فيهم؟ يوني. طب لو شاورني على دول اي الارضيه دي سترومال سيلز. فاكرين شبكه الفايبروبلاست اسمها ايه تاني؟ سترومال سيلز. يلا حد شاطر يقول لي ايه دول؟ مش سامع. برايمورديال فولج. اولا دي الاوكسايد. ومين دي؟ النيوكليس. وين النقطه دي؟ النيوكليولس. ومحطه بكام لاير؟ وان لاير اوف ذا سيلز. يبقى دي برايمورديال فولج. ايه اللي ما بينهم؟ سترومال سيلز.
طيب حد شاطر بقى يقول لي ايه ده؟ انا مش هقول هنا سترومال سيلز. طيب انتم ملاحظين دي كانت فلات سيلز هتدبت لي بعضها، يعني هي الاركيوميك، يعني هي برايمورديال داخله في ايه؟ طيب بس هنا نيولي لامينا برايمري فوليكل. طب مين دي؟ مش هقول بقى اقول له برايمري اووسايت. طيب مين دي؟ نيوكليس. ودي النيوكليولس الجميله دي. طيب حد شايف الخط الاحمر؟ زونه اللوسيت اللي ما بين مين ومين؟ الاووسايت والجرانيولوزا سيلز. طيب طبعا ستروما يبقى ستروما سيلز. طيب مين خد باله؟ ادي الاووسايت وادي النيوكليس وادي الزونه ايه؟ طب دي ولا ولا بيني نيرفز؟ طب دي كافيتس؟ ما دام مفيش كافيتس يبقى لسه برايمري، بس يوني ولا مالتي لامينر؟ يبقى اقول دايما يقول لي ايه الاستراكشر ده؟ اقول له مالتي لامينر برايمري فوليك. ممكن بقى يشاور لي مين دي؟ اقول له برايمري اوسايد. مين الخط الاحمر؟ زونا بيلوزا. ايه المنطقه دي؟ زونا جرانيولوزا. طب لو شاور لي بره، حد فاكر ستروما كانت بتلم حواليها تعمل كبسوله اسمها ذيكا فوليكيولا؟ سمعتني؟ ذيكا فوليكيولا. طب مين اللي فوق دي ومين اللي تحتها؟ الشاطر يقول لي اللي فوق دي برايمورديال محاطه بوان لير وفلان نيوكليا، مش كده؟ طيب دي، طب ثانيه واحده، هل لسه فيها كافيتس دي؟ طب يبقى دي ما ينفعش تكون برايمورديال، دي برايم يوني ولا مالتي لامينا؟ هي طبقتين وحتت بدات تبقى ثلاثه هنا زي كده، يبقى دي مالتي لامينا برايمري فوق. طيب مين شاف الكافيتس دي؟ شايفينها؟ اول ما تظهر كافيتس، الكافيتس بيطلق عليها كلمه انترم لو تفتكروا، بيسموها انترال او سكندري فوليكل. طب ممكن بس الولاد يفتكروا معايا كلمة سكندري توحي برقم؟ يفتكر في السكندري يبتدي السيكا تتميز إلى طبقتين اللي هما ثيكا إيه وثيكا إيه؟ ثيكا إكسترنا وثيكا إنترنا. طيب ممكن ولادي على فكرة لما تظهر كافيتي سواء مالتيبل كافيتي أو بدأت تلحق وتعمل وان كافيتي اسمها سكندري. طيب مين من ولادي يقول لي دي؟ برايمري اوسايت. ومن ايه الخط الفاتح ده؟ زونا بيلوزا. طيب طبعا دول جرانيولوزا سيلز وظاهر فيها مالتيبل كافيتس. دكتور مالتيبل كافيتس دي بيبقى فيها ايه؟ فوليكيولار فلويد. طيب بعد اذنك يا دكتور، دي مين اتقال عليها ايه؟ مش دي سكندري برضه؟ طيب يا حبايبي فيها انترم ولا لا؟ فيها انترم كافيتس ولا لا؟ طيب يبقى دي اسمها سكندري فوليكل. ايه بقى اللي بره؟ الثيكا دي المفروض تبتدي تميز لطبقتين، هنا مش مهمين قوي. طب حد شايف؟ بص انا ما اعرفش المتهيألي دي باينه. ايه دي؟ دي برايمري يوني لامينر. طب حد شايف النواية شكلها ايه؟ مش راوند ولا لا؟ عايز اسمعها صح. يوني لامينا برايمري فوليك. وات ذا ستراكشر مكتوب سكندري فوليك. حد يقول لي ايه دول؟ انترال كافيتي او كافيتس. طيب حد يقول لي مين دي؟ برايمري اوسا. طيب حد يقول لي زونا جرانيولوزا. طيب مين من ولادي يقول لي المنطقه دي اسمها ثيكا؟ ثيكا فوليكيولا. حد شايف المنطقه دي ودي؟ يمكن هنا باين انها باديه تتميز الى تو لابس. شايفين اللي عاملين خطوط دول؟ ثيكا ايه؟ اكسترنال. انما شايف السيلز المفرغه دي؟ ثيكا انترنال. واي از ات فاكيوليتد؟ بس قول ديو تو ديزولف وبعدين فكر ايه اللي دفع؟ ها ديو تو ديزولف ايه؟ ليبت فات. عشان دي بتعمل ايه؟ بتعمل مفروض يا اما
بلاد ينقط ثلاث بلاد وقع من النغز والعجل مش حاجة عادي. حد شايف في البسر دي تمشي اكتر مع انت
معايا. وبعد كده براها هي بيكستر. طب يبقى ده جزء من الوول بتاع مين؟ بتاع ال ماتشيور ميركان فول. طيب دي زون ايه؟ كاتب لي هنا انترما. يبقى دي زون ايه؟ جرانيلوزا. طيب حد شاطر يقول لي بقى دي ايه؟ وبره دي ايه؟ دي كده ديك انترنا وديك ايه؟ اكسل. ودي انترنا مليانه ايه؟ بلاد فيسلز. بقف هنا عشان صوره دي رزقه. هي دي كانت ماتيور وحصل اوفيوليشن. فاكر الباقي يتطبق ويبقى اسمه اسم الاسمر كورباسيتين. وفي الانيمالز كان بيحصل فيه هامورج وسميه كورباس ايه؟ هيموراجيكا. حد شايف البلاد الكتير ده؟ طيب خلي بالك يا جماعه ديكا بيحصل لها فولدنج كده ولا لا؟ شايفين دي سبتم ده؟ الاس دي سبتم. المفروض دي الثيكا اللي كانت بره ودي الجرانيلوزا سيلز. طيب بس في الكوربس تبقى اساميهم بتتغير ولا لا؟ فاكر بيصفر بدل ثيكا انترنا اسميها ثيكا ليوتين سيلز، بدل جرانيلوزا زونا جرانيلوزا اسميها جرانيلوزا ليوتين سيلز. بس احفظ كل واحده بتفرز ايه؟ افتكار بتاعت الجرانيلوزا بالجين تفرز بروجستيرون، انما الثيكا بتفرز استروجين. يعني هو المفروض كوربستين بتعمل بروجسترون واستروجين، مين اكتر طبعا؟ كوربستين بروجسترون دي بتجهز اليوترس للحمل. طيب حد شاطر بقى يقول لي هل يا جماعه شايف السيلز واضح هنا؟ ولا ده فيري لو ماجنيفيكيشن بس عشان نشوف التركيب على بعضه؟ لكن شايفه اول ما تظهر التنايات دي يبقى دي كده كوربس ايه؟ ليوتين. وشايفه كافيتي وفيها بلاد ولا لا؟ ما دي تمشي كوربس وتبع. طيب بص يا دكتور ايه ده؟ حاجه معرضه كده ملهاش معالم وبيضه من جوه. حصل فيها فيبروزس بقت لونها ابيض بيسميها كوربس قلبي كانسر. بالله عليك شايف اي معالم ولا كافيتي ولا سيلز جوه؟ فايبرس تيشو. الفايبرس تيشو هنا طالع لونها ابيض كده. يبقى ده والمعرضه خالص كده عشان دي فايبروز، فيبقى اسمها كوربس ايه؟ البيكس. مين من ولادي فاكر فالوبيا تيوب اول حرف ايه؟ تبقى هايلي فولد ميكوزا. يا جماعه الفولز بتبقى واقعه قافله اليوم. يعني من كتر ما هي فيها فولز تنايات كتيره ميكوزا قافله اليوم. حد من ولادي بقى يقول لي ثلاثه ليرز؟ كمان ثلاثه ولا اربعه؟ هو الاول بتاع الجي اي تي كله كان بيبقى كام؟ اربعه كان فيه ميكوزا فاكرين؟ لكن طالما خرجت بره الجي اي تي ومانيش تراكية تبقى مفيش شرط ايه؟ ميكوزا. هيبقى ليرز مين؟ ميكوزا ماسكولوزا سيروزا. طيب مين من ولادي بقى شاطر اشاور وتقول لي اسم الليرز؟ حد من ولادي يقول لي ايه ده بقى كده؟ ميكوزا. طب هنا دي ايه؟ ماسكولوزا. ثم بره خالص سيروزا. عايز اسامي ليرز. طب ممكن يسالني ايه الابيثيليوم بتاع الفلوبيان تيوب؟ ديسمبر كلام نرجع شخص. لا ده سؤال شفوي جدا مهم جدا، سواء في الاوبيا تيوب او يوترس نفس الابيثيليا. سيمبل كلام فارشل ايه؟ فارشل ايه؟ فارشل سيليتد عشان يزق الزايجوت ناحيه اليوترس، وبارشل سيكريتوري بيغذي اللي موجود في الاوبيا تيوب. فاكرين ويعملوا يكمل الكباسيتي فاكرين؟ مين دي يا ولاد؟ دي بيغلط فيها روح. دي مين عطول؟ شايف اليومن عباره عن ايه مقطع واقع فيها؟ ميكوزا هايلي فوت. طب وين الاحمر ده مين؟ ماسكولوزا بره خالص سيروزا. خدت بالك هنا مليانه بلاد فيسلز، الليجمنت اللي ماسكها معلقه مليان بلاد فيسلز. ديفنتلي مين دي؟ انتوا عارفين في امتحان كتير
او يجيبوا الصوره مقسومه اربعه واحده منهم فالوبيان عارف هي الحاجات ما فيهاش اسئله كتير يعني دوبك دي اسمها ايه اقول له دي فالوبيان ايه تيوب اهو اهي تقطعي لي الميكوزه حل ايه تبقى فالوبيان ودايره كده دي فين الدايره الحمراء مسكولوزه شايفين هنا هايلي مسكولوزه خش بقى على اليوترس على فكرة اليوترس لو شفته مرة نفر تنسيه لأن في حاجة مميزة قوي أولا اليومن بيبقى فلات دكتور يعني عادة اليومن بقى مدور لا هنا بيبقى ايه مدور كده حد شايف اليومن هنا شايفينه فلات ولا لا ثم الميكوزة الميكوزة بالمناسبة في اليوترس ما ميكوزة ولا اندوميتريوم والماسكولوزا مايوميتريوم والسيروزا بيريميتريوم عارفين الاسامي طيب حد شايف ان الميكوزة فيها جلانز في ناس يقول لك زي الدموع لكن هي عامله زي الدود دود شيبت اندوميتريوم جلانز ما حدش يسال دود شيبت اندوميتريوم جلانز احلى فلافين في اليوترس يعني لا تخدرها العين طيب الماسل دي اسمها ايه؟ مايوميتريوم اللي بره سيروزا بيريميتريوم طيب بص يا دكتور مطلوب اقول انا في انهي مرحله من ماسلو سايكل؟ طيب انا نعرف في ديستركتيف فيز بروليفرتيف فيز سكريتوري فيز منستريشن ماسلو سايكل طيب حد خد باله يا ولادي ان الاندوميتريوم هنا في جلانز اهي بس الجلانز دي تورتشوس ولا مور اور ليس ستريت ستريت الحاجه الثانيه متريقه ولا لا يبقى نارو وستريت فيها سكريشن لا انا لسه في البروليفراتيف فيز خلي بالك من حاجه مهمه قوي انتوا ملاحظين ان المسافات اللي ما بين الغدد دي كبيره شويه في كونكتيف تيشو كتير ما بين يبقى انا شفت انه السبيسز واسعه وشفت انه بيتري جلانز مش كتيره قوي نارو وستريت وعشان جلانز ستريت يبان انبوبه كده يبان مقطوعه بالعرض كوره المنظر ده اني فيز بروليفريك فيز حد فاكر لما قسمنا وظيفيا الاندوميتريوم سوبرفيشال زون وبيزال زون فاكرين لما قلنا مين بتوع كل شهر مع الاستريشن السوبرفيشال والبيزل تظل موجوده يحصل منها ايه؟ طب ممكن تبص على الصوره دي الحته اللي تحت دي اسمها ايه؟ بيزل لكن كده انا في انهي زون؟ السوبرفيشال او الفانكشن ساعات بيقسمها لك كده يقول لك دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ طيب ايه بقى الحته الساده اللي تحت؟ يبقى كده تحت الميكوزا بقى يبقى في مين؟ المايوميديا هو هنفهم الصور اكتر لما نشوف اكتر من صوره منها. بص يا دكتور كده ايه ده؟ مش دي اندوميتريا جلانز؟ نارو وستريت والمسافات بينهم ايه؟ واسعه انا في انهي فيس؟ بروليفريت انا عايزاها تقول بمنتهى الثقه لان المنظر في السكريت هيختلف تماما. بص المنظر ده هي يا خير بص بصوا ده عامله دور دويه وهي ونار وستريت والمسافات واسعه جدا بينهم احنا لسه غلطنا الصور جبنا فيلد يعني ده كبير اصلا طب كده بقى ايه؟ مين خد بالك؟ كده فانكشنال زون وبيزل زون تحت دخلت على مين؟ مايكل بص المفاجاه بقى بص الناحيه دي انت شايف المسافات؟ المسافات قلت جدا، مين اتزحمت؟ والجلاس بقت ايه؟ دايليتد وكمان ستريت ولا هايلي تورتشوس؟ بص ما كبرناها عشان متعرجه جدا لما باخد سكشن بتبان حتت تكون مقطعه وتقريبا مفيش مسافات، مين شايف بحيرات الدم دي؟ ليكس اوف بلاد فاكرين يا جماعه سبايرال بارتي بيبقى دايليتد على الاخر جاي والكابيلز مفتحه فبيبقى فيه ليكس وبلاد فعلا
معنى كده شايفه اني فيز ده سكريتور فيز. كبرنا شويه سكريتور فيز، مين شايف دي؟ النيكس اوف نوت اللي هي السبايرال ارتس نهايتها بالبرانشز بتاعتها او الكابيلز بتاعتها دايركت على الاخر. ايه دي بقى؟ اندوميتريا بلانس. انهي فيز اوف اندوميتريا؟ سكريتور فيز. مين حضر معايا المحاضره اللي فاتت لما قلت لك ازاي افرق بين ستراتيفايد سكويرس وترانزيشن كريتيريا؟ ستراتيفايد سكويرس ده قاعد على ويفي بيز من ميمبرين. بصوا بقى احنا عندنا سلايد اسمه فاجاينا. الفاجاينا ثلاثه لايرز، حد يفكرني بيهم؟ ميكوزا، ماسكولوز، ادفنتيشن. يا جماعه الميكوزا عباره عن ستراتيفايد ايه؟ سكويمس وشويه كونكتيف تيشو. بعدين على طول المصل. بصوا اكشوالي لما ببص على السايد بتاع الفاجينا كاني شايف ستراتيفايد سكويمس وانتي فوت. مفيش شايفه تفاصيل واضحه. يعني بصوا هنا كده ده قاعد على ايه؟ شايف الشرشره دي؟ ده الويلي باسم ايه؟ بصوا ما تلخبطش بين الميكوزا فولدد وبين فيها ويلي باسم فريم. دي اسمها فولداي شايفها؟ لكن في قلبها كده في شرشره ولا لا؟ الشرشره ده الويلي باسم ايه؟ يبقى ده انهي بثيريا؟ من غير تفكير ده ستراتيفايد ايه؟ سويت. طب لو شاورني على الطبقه اللي تحتيها على طول يقول له لامينا؟ يعني المنطقه دي ميكوزا، شفت غمقت سنه؟ المنطقه دي ماسكولوزا، ثم بره خالص ادفنتج. الليلز واضحه قوي؟ لا، لكن بالشبه يعني. بص كتير تخين ولا رفايق؟ يعني ده مين الليلز؟ طيب شفتي اعلى ليه؟ وين الاسم الليل؟ احلى الدميل. وهنا تحتي كونكتيف تيشو ماسكولوزا مش شايفه انا غير التفاصيل، انا بالواير كده. يا جماعه الاثيريوم ستراتيفايد سكويرس وتحتيه تقريبا فاضي، مين ده؟ فاجاينا. طيب بص يا دكتور انا شايف هنا غير ستراتيفايد سكويرس التحفه ده، يبقى مين دي؟ فاجاينا. بص هنا ستراتيفايد سكويرس اهو، خدت بالك هنا مكبرينه قوي؟ يا دكتور اللي حضر معايا الحته النظري دي، فاكرين ان الفاجينا السيتوبلازم بيبقى هايلي فاكيوليت؟ قول لي ليه؟ تقول لي الاول ديوتو ديزولف ايه؟ جلايكوجين. هو انتوا ما شفتوش واضح؟ ديوت ديزولف جلايكوجين. يا جماعه الفاجينا ما فكرتش الفاجينا ليه ما بيحصلش فيها انفكشن؟ مع نادرا ما نسمع ان في انفكشن، يعني التهاب في الفاجينا نادرا، مع انها فاتحه الشارع. و لايك بايه؟ ستراتيفايد سكويمز. ونسمع ان البي اتش بتاع الفاجينا اسيدك. اسيدك ده عشان يموت اي بكتيريا ضاره، عشان كده ما بيحصلش فيها التهابات. طب ليه الفاجينا بي اتش اسيدك؟ اصل السيتوبلازم اندر كنترول اوف استروجين بيعلى قوي ويتملي جلايكوجين. في بكتيريا عايشه في الفاجينا، بكتيريا دي نافعه غير ضاره، يوسف البكتيريا. البكتيريا دي اسمها لاكتو باسيلاي. باسيلاي يعني عامل زي العصيان كده. لاكتو عشان هي بتتغذى على الجلايكوجين وتحوله لاكتيك اسيد. ده يخلي البي اتش ايه؟ اسيدك. فيمنع جروث اوف هارمفول او باثوجينيك بكتيريا. حد فاهم انا قلت ايه؟ يبقى اوعى تنسى السيتوبلازم. طب انا سالت سؤال بقى، واي از ات فاكيوليتد؟ عشان ديوتو ديزولفت ايه؟ جلايكوجين. مسكرة. ورق زبالة على أرضية بيضة دي بلاسنتا. يا جماعة مين فاكر بلاسنتا كان فيها الفيتال بار بتاعها صوابع كده اسمها كوريونيك ايه؟ فيلاي. الكوريونيك فيلاي دي فيها فيتال بلاد فيسلز متغطية بالتروفوبلاست، مش كده؟ دكتور لما تبقى صوابع كده
كده واخد قطعات يبقى ايه؟ حتت مقطعة كده. يبقى كل المقطع الأحمر ده ايه؟ سمعهالي اوريونيك فيلار. طب شايف الأرضية دي؟ دي سبيسز ما بين الفيلار اسمها انتر فيلا سبيس. اسمها ايه؟ انتر فيلا سبيس. طب الكوريونيك فيلا دي فيها فيتال فيسس، كل بقى الخروم او جواها ار بي سيز دي فيتال بلاد فيسس طالما جوه الكوريونيك فيلا. طب حد شايف؟ انا شايفه ار بي سيز براها بره الفيلا خالص. تاني ده بتنى بلاد. بص بقى عايز اعلمك حاجه، لو شاور لي هنا اقول له ايه؟ هنا مثلا مش ده انتر فيلا سبيس كونتيننج ماترنال بلاد. وساعات اشاور هنا على الار بي سيز دي اقول له ماترنال بلاد ان انتر فيلا سبيس. طب دول اقول ايه؟ فيتال بلاد فيسلز. طب هنا دي مين؟ كل دول ايه؟ كوريونيك فيلا. طب اي وقت في الحمل؟ خلي بالك الكوريونيك فيلا دي لو في النص الاولاني من الحمل تبقى عليها طبقتين من تروفوبلاست سايتو وسنسيتيو، لكن بعد الشهر الخامس السايتو بتختفي بقى كفر بكافلير. طب بص على الابيثيليوم اللي مغطيه، حرف الابيثيليوم، بص الحرف بتاع كوريونيك فيلا كافلير وان لاير، تبقى ده فول تيرم. مش لازم فول تيرم، يعني بعد الشهر الخامس. حد فاهم؟ طيب شوف الصوره دي، ممكن توصف لي اللي انت شايفه؟ ورق زباله على ارضيه بيت تبقى لسنت. طب ايه المسافات دي؟ انتر فيلا سبيس. طب ايه دي؟ ماتيرنال بلاد انتر فيلا سبيس. طب ودي كوريونيك ايه؟ بلاد. وايه دي؟ فيتال بلاد فيسلز. طيب ايه ده وقته؟ يا جماعه برضو في النص الثاني هي وان لاير. طيب مين من ولادي شاطر قوي يبص على الصوره؟ طب المسافات دي اسمها ايه؟ انتر فيلا سبيس. شايفين دي؟ كوريونيك فيلا. مين شايف بقى كام لاير؟ هنا ده اكيد مش وان لاير، يبقى دي احلف انا قبل الشهر الخامس. في صعوبه في اللي انا بقوله؟ هي نازله بس فهمتوها؟ في حاجة اسمها ماماري جلاند. الماماري جلاند فيه حالتين، يا ريستك يعني مش وقت حمل ولا رضاعة، يا إما لاكتيتنج ماماري جلاند وقت الرضاعة. يا جماعة معلش سيب بالك إيدك كده، بص معايا على الصورة، أنا هوريك الريستك وأنت هتاخد بالك الفرق بينها وبين لاكتيتنج كمان شوية. حد شايف دي؟ مش ده السبت اللي ده السبلوبيوز؟ ملاحظين ان السبته دي تخينه قوي، كنا بتتشفت كتير قوي هنا ولا لا؟ طيب اللوبيوز حجمها ايه؟ صغير ما فيهاش غير دانس. انا قلت قبل كده الريستنج ما فيهاش اسيناي اصلا. امتى الاسيناي دي بتتكون؟ ويعني ايه ريستنج؟ يعني ممكن بنت او حتى ست متزوجه لكنها مش حامل، لم تحمل. لو هي سواء مرض بقى او ان مرض ومش حامل جسمها ريستنج، يعني مش شغاله ما بترضعش. دي ما فيهاش غير ايه؟ دانس. طب حد فاكر هرمون اسمه برولاكتين؟ برولاكتين ده كان وظيفته ايه بالنسبه لنا؟ هو كان بيزيد وقت الرضاعه بس ولا وقت البريجنسي كمان؟ مع ان البريجنسي لسه هي الست ما بترضعش، لكن ايه اهميته في البريجنسي؟ يا جماعة انت قلت في الريستنج مفيش غير شوية دانس، فأول ما الست تحمل البرولاكتين بيزيد عشان يبتدي يعمل أسيناي اللي هي الحقيقة تسمى الفيولاي. في الماماري جلاند اسمها الفيولاي. يبقى الأول يعني إيه برو؟ ولاكتيشن، يعني دي اللي بتجهز الماماري جلاند للرضاعة، تخلي الدانس عددها إيه؟ يزيد ويبتدي يحصل بادنج للالفيولاي ده وقت الحمل، يعني يكمل تكوين المبرج. طب بعد الولاده؟ ميلك سكريشن. ومعقوله تعمل لبن من قبل ما تكمل؟
خالص. لا ده انا قلت في الاول بعد شويه هي ريسبوند. ابدا. طب ايه الاستراكشر الكباب اللي انت شايفنا؟ لا يسمع صح ما ينفعش المغرب. ريستنج مغرب. طيب ايه دي قارن اليمين بالشمال. طب الشمال ده مش زي اللي فاتت؟ يعني القناه بتديش حجم ايه؟ كبير دي السبته ودي لوبيولز طبعا دي البقى. ايه دي؟ ما تشوف اللي عنده. هي الريستنج لسه فيها التراك ايفوردكس اسمها لاكتيفرس داكس. اسمها ايه تاني؟ لاكتيفرس داكس. طب مين من ولادي شايف دي بقى؟ رجشوه البيضه دي. الست رفعت جدا الدرجه بتوعها حلوه وانا بسكت. لان مين ظهر هنا وملاها؟ الالفيولار. الالفيولار يا جماعه انا ما اعرفش شايفينها مقطعه كده فيها لبن. اللبن في الطبيعه لونه ابيض لكن في الصبغه لونه ايه؟ احمر. خلي بالك ده لبن كامل الدسم. يعني يعني غني بالفات اللي بيدوب منه. لما يقول لك واي از ات فاكيوليتد يو ديزولف فات. شايف الفقاعات دي؟ مطرح مين اللي دب مني؟ الفات. شايف الحته الواسعه قوي يا دكتور؟ واسعين ومش منتظمين شويه دي ضغط. الضغط تعرفها بحاجه من ايه؟ يا واسعه قوي مش منتظمه يا تبقى صغيره بس فيها تو لايرز اوف سيلز. هو الاسيناي بتبقى كام لاير؟ واحده. طيب مين من ولادي شايف ده ايه؟ لا هنا هو ده بس اللبن اللي فات اللي فيه داي لكن ده لبن. يعني دي مين؟ دي لفتنا لكتيتي. ايه ده؟ سته كونكتيف تيشو سته. طيب انت اللوجر كونكتيف تيشو او كونكتيف تيشو سته. يا جماعه في سسبنسوري ليجمنت اوف كوبر. كوبرز ليجمنتس اللي بتقسم الممري الى 12 ل 20 لوبيوله ما هي دي. طيب دول بقى ايه؟ الافضل نقول عليهم الفيولاي. نقول عليهم ايه؟ طب ايه دي؟ دي اللي انت عايزه حد شاطر قوي. ايوه حد قال لا ارفع ايدي بس. اسمك ايه يا حبيبي؟ ها؟ مصطفى. ربنا يبارك فيك ويحفظك من عندكم جميعا. ربنا يبارك فيك يا ابني. مش قادر اقول لك حبك زاد فقلبي ازاي في اللحظه دي يا مصطفى؟ قال لي الفلات سيل اللي تعتبر على حرف القلب بس من بره دي ماي ايبيثيليال سيلز. فاكرين مين الهرمون اللي كان بيشغلها؟ ايوه ولادي اشتغلوا بقى. اوكسيتوسن يعمل ملك ايه؟ ايجنشن. ايه دول؟ حد شايف دي بقى السيل دي؟ حد شايف السيل دي اللي بره الالفلس؟ فلات دي مايو ايبيثيليال سيل. طب ايه ده؟ يا جماعه حرام عليك. ده ملك الاحمر ده ملك. طب حد شايف دي؟ فيها كام لاير؟ تو لايرز ودي كمان تو لايرز يبقى دي ضغط لاكتيفرس. اظن بقى التحفه دي مين؟ لاكتيت كلها الفيولاي وكبار قوي الريجلر دول ضغط. وحد شايف ليه الملك فاكيوليتد؟ بيوت زولفت فات. تراي الاكزام. والله لو كنتوا ركزتوا في اللي انا قلته يبقى تراي الاكزام ان شاء الله يبقى سهل. ايه الاورجن؟ اوفر. حد شايف الريد ارم؟ جيرمنال ايبيثيليوم. طب البلو ارم؟ دي اللي تحت الايبيثيليوم. كبسوله اسمها تيونيكا المشين. حد شايف دي بقى؟ برايموديال فويد. امال ايه ده؟ سترومال سيلز. طيب مين من ولادي شاطر يقول لي السهم الازرق؟ مضلل. يعني دي المضلل ريفيسس. طب ايه دي؟ ماتيور جريفيان فوليكل. طب لو شاورت على كل دول الاوفيريان فوليكلز في الكورتكس
طب دكتور تعالوا بس رايموف طب دي جوني قال هنا إذا بشاور على شايف السهم الأبيض جر وده جوني قال وجي حد شايف دي سترو بلسنس دي مين رايموف هنا جونيكا الوجيني هدول رايمورديال فورم حد شايف التحفه دي عايز اسمعها صح يوني لامينا برايمري فورم شايف النت مستفره ستروك دي بقى صعبه قوي دي بقى عشان اول مره اشوفها دي كوكا ستيل جدا بقى استاذ المخ تعرفها ازاي حجمها بصري بصري هقول لك حدودها فين حد شايف كل دي كوربس لحد من دكتور دكتور السيتوبلازم ليه هنا مقرر خالص كده يا خالص جود ديزولفت ايه فاهم حد شايف دي فاكر الثابته يعني تحس ان كل في ايه كونكت في شو داخل كده عامل كده زي في الصنوات كده السيتوبلازم مقرر خالص ايه الفانكشن بتاعت الكوربس بتاعه؟ بروجستيرون اسمه ايدنتيفاي ذا ستراكشر سكن في فوليك عرفت ليه سكن؟ عشان فيها مالتيبل كابيت حد شايف السهم الاحمر؟ طب الازرق؟ طب انا مش عارفه عايز الاوسايت ولا النيو بيزولو النيو اوف برايمري اوموسايت طب ايه السهم الاسود؟ زونا جرانيولوزا هو مش هيقول على جرانيولوزا سيلز طب هو مش ما سالنيش ده ايه بس مش احنا عارفين دي حته من مديول طيب شايفين البلاك ستار انترا برافو الجرين ارم زونا في الريد ارم المفروض قصده على الحته دي كاميونس اوف شايف دي دي كانت عشان فيها بلاد ايه بس بس ايه ده لاكتيتك طبعا معرفش فين اه لبن اهو حاجه متفصصه ولا طب السته دي اخبارها ايه رفيعه ولا تقيله رفيعه وحشة قوي بس انا عارفه اللي تعرفه طب حد يقول لي الريد اب برايمورديال ودي كمان برايمورديال لكن دي سمعني بقى صح كده يوني لامينا برايمري الستار سترومال سيلز ايه بقى السبب؟ ينفع اقول ايه تاني؟ انا مش شايفه سيلز ولا كافيتي انا شايفه ايه؟ احمر ده كل شيء بس يبقى ده كوربس البيكنز يعني حصل فيها فايبروزس طب ايه اللي بره ده؟ جيرمان ايبيثي حد شايف دي؟ طب ايه نوع الفوليك؟ طب انا مش عارفه عايز الاوسايت ولا عايز برايمورديال فوليك اقول له ايه؟ برايمري اوسايت ومن قوسين برايمورديال فوليك هو اكيد بتحبني اكتر كلمه برايمورديال خلي بالك عشان الطلبه كتير بيتلخبطوا فيك طب يا دكتور هو هنا في كام كابيتال؟ واحد لكن ينفع اقول على دي مديول صغيره قوي والنيو الاوسايت لسه في النص يعني عاده مديول الكافيتي بتبقى ايه؟ بيحصل انورمس انكريز في الفلويد وبوشنج الاوسايد اون وان سايد طيب اشاور حد شايف دي؟ كاميرس اوفوس طب دي زونا بلوسيدا طب هنا او هنا زونا جرانيلوزا ايه ده؟ شايف مشاور من ناحيه دي ومشاور تاني من ناحيه دي ديكا انترنو ليه فاكيوليتد؟
طب ودي ابنك مصطفى دي كده بتشاور على حاجه هو مش بتشاور عليها في الرسمه حد شافني many layers of granulosa cells.